وأتمنى أن يكون أن تكون منا طائفة يحبون العلم للعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله المحاضرة الخامسة في سلسلة محاضراتنا عن قصة الفن. في المحاضرة الماضية تناولنا تاريخ أو نبذة عن الفن اليوناني من القرن السابع قبل الميلاد حتى القرن الرابع قبل الميلاد، واستعرضنا كيف أن الفن اليوناني بدأ متأثرا بالفن المصري الفرعوني، ولكنه ما لبث أن تخلص من هذه السيطرة وأحدث ثورة في الفن قد تعد الأكبر في تاريخ الفن الغربي، ألا وهي إدخال ما يسمى بال foreshortening، أي رسم الجسم الإنساني كما تراه العين. على سبيل المثال كما أظهرت في المحاضرة الماضية، رسم القدم كما تبدو من الأمام، ولا يجب أن دائما رسمها بشكل جانبي كما كان يفعل المصريون الفراعنة لمجرد إظهار الشكل الأكمل للقدم. فهذا الرسم من بالنظر أحدث ثورة في الفن، وبدأ الفنانون اليونانيون في التعبير عن أنفسهم وعن أفكارهم وعن فنهم بحرية، وكان الهدف هنا هو الجمال، الحرية هو الجمال، التعبير عن الحرية والتعبير والوصول إلى الجمال عن طريق هذه الحرية. وهذا يختلف تماما عن غرض وهدف الفن الفرعوني الذي كان هدفه هو إظهار قوة الفرعون بهدف تخليده، يعني الخلود كان هو هدف الفن الفرعوني، ولكن الحرية والجمال كان هدف الفن اليوناني، ولذلك بدأ يأخذ مسلكا آخر في التعبير عن نفسه. النهاردة إن شاء الله سنستكمل حديثنا عن الفن اليوناني من القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن الأول الميلادي، وهذه الفترة تسمى بالفترة الهيلينية بالعربية، هيلينستيك سيفيلايزيشن، هيلينستيك امباير، الإمبراطورية الهيلينية، وهي الفترة الزمنية التي بدأت بعد موت الإسكندر الأكبر في 322 قبل الميلاد. طبعا كما قلت في المحاضرة الماضية، الفن اليوناني سلك طريقا آخر وطريق الحرية في التعبير عن الفن بهدف الوصول إلى الجمال في الفن. هذه الحرية وصلت ذروتها وقمتها في القرن السادس قبل الميلاد وحتى القرن الخامس قبل الميلاد، تحديدا من 520 قبل الميلاد وحتى 420 قبل الميلاد. النهاردة إن شاء الله نستكمل حديثنا بدءا من القرن الرابع قبل الميلاد. الحضارة اليونانية توسعت في القرن الرابع قبل الميلاد، يعني بنتكلم عن فترة خاصة فترة الإسكندر الأكبر، فالحضارة اليونانية توسعت وامتدت أطرافها حتى وصلت الهند، وطبعا احتلت شمال إفريقيا ومنطقة الشام ووصلت إلى الهند، فبدأت تظهر طرق جديدة للتعبير عن فنهم. على سبيل المثال في المعمار، كان المعمار السائد في ذلك الوقت طريقة بناء المعابد اليونانية المعروفة بالبارثينون، كانت هي أيضا فيها تأثر ولو بسيط بالمعابد المصرية التي تهدف إلى إظهار القوة، ولكن بدأ يظهر تصميم آخر يسمى
هذا هنا الكولمس الأعمدة التي تقوم عليها المعابد التي تحمل المعابد، هذه الأعمدة أصبحت أكثر جمالا، يعني أصبحت أقل في الاستدارة، في الحجم أصبحت أقل، وأصبحت تهتم بالمظهر الجمالي أكثر. فهذه كان اسمها بعد ما الحضارة اليونانية امتدت أكثر، تطور هذا الأسلوب ودخل أسلوب آخر عليها اسمه كورينثيان ستايل، يعني إشارة إلى مدينة كورينث اليونانية كورينثيان ستايل. ودي كانت يعني الرغبة في التعبير عن الجمال كان أكثر بكثير، وأصبح هناك زخرفة في سقف أو في أعلى المعابد، كما سأظهر أو سأعرض بعض النماذج. ولذلك بالنسبة للمعابد اليونانية فهي تطورت من الدوريك ستايل للأيونيك ستايل للكورينثيان ستايل، وفي كل مرة كان محاولة إظهار جمال المعبد كانت تزداد، وكانت التركيز الأكثر يكون على زخرفة المعابد فيما يتعلق بالأعمدة وبالسقف الذي تحمله هذه الأعمدة. يعني لو نظرنا إلى هذا المعبد المبني في 420 قبل الميلاد إلى 405 قبل الميلاد، هذا المعبد، هذا الستايل اللي مبني عليه هذا المعبد هو الستايل اسمه الأيونيك ستايل. نجد نلاحظ ان الأعمدة فيها زخرفة، وكذلك هناك زخرفة في السقف الأعلى من المعابد، وأن الأعمدة هي أقل في حجمها، هي أقل من أو أصغر من أعمدة الدوريك ستايل. في ذلك الوقت الفن اليوناني بدأ ينال بعض الاحترام، بمعنى أن زي ما قلت قبل كده في المحاضرة الماضية أن الفنان اليوناني لم يكن يعامل معاملة الفنان، بل كان ينظر إليه على أنه عامل، بسبب أنه سواء كان رساما أو كان نحاتا كان دائما يرتدي ملابس يعني يعلوها الطلاء والزيت، فكان ينظر إليه دائما نظرة استعلاء خاصة من قبل النبلاء والأغنياء، ولم يكن يوضع في مصاف الشعراء والفنانين. ولكن مع بداية القرن الرابع قبل الميلاد الفنانون اليونانيون بدأوا ينالون كثيرا من الاحترام، وبدأوا يعرفون بالاسم. على سبيل المثال براكسيتيليز، وهذه الرغبة في التعبير عن الحرية والجمال لم تظهر فقط في المعابد، ولكن أيضا ظهرت في الحفريات المرسومة على الجدران طبعا، والرسومات الزيتية أيضا، ولكن هذه الرسومات الزيتية للأسف دمرت كلها ولم يبقى منها إلا قليل القليل، ولكن هذه الحفريات أيضا لم يبقى منها الكثير، ولكن ما بقي منها يعني يعطينا لمحة عن ما وصل إليه الفنان اليوناني من حرية في التعبير عن فنه ومن رغبة في التعبير عن الجمال. يعني لو نظرنا إلى هذه الحفرية ربة النصر، هذا الحفرية اسمها Goddess of Victory، دي يعود تاريخها تقريبا ل 480 قبل الميلاد. ننظر إلى الثوب السيدة دي ترتديه، نجد الثوب وانكسارات الثوب ونكاد يعني نكاد نرى أو يكاد يظهر جسد المرأة من وراء هذا الثوب ومن وراء ثنيات هذا الثوب. والوضع الاسترخائي يعني هي أيضا في هذه الجدرية هي امرأة تحاول أن تربط
رباط الصندل الذي تلبسه. فالوضع نفسه وضع في حرية، ما فيش فيه جمود، يخلو من الجمود، يخلو من التقليد، وضع فيه انسيابية وفي حركة ممكن نشوفها بشكل يومي. وكان هذا ما يمثل أو ما يميز الفن اليوناني في تلك الفترة، هو التعبير عن الحياة اليومية التي يحياها اليونانيون بدون أي جمود في العمل. الفنان براكسيتليز النحات أيضا أهم من أهم أعماله، وده عمل يعني للأسف انتهى، اسمه The Youthful Aphrodite، أفروديتي الشابة، ولكن هذا العمل يعني انتهى، لم ولكن المخطوطات التي ذكرت هذا العمل أشارت إليه بأنه أشهر عمل أنتجه براكسيتليز، ولكن من أعماله التي بقيت أيضا هذا التمثال هيرميز with the young Dionysus. هيرميز هذا هو رسول الآلهة اليونانية، آلهة الأوليمبي اليونانية، هو رسولهم. يعني كان الآلهة زوس مثلا على سبيل المثال يرسل هيرميز إما لبشر أو لإله آخر من أجل إيصال رسالة محددة. فهنا هذا التمثال يعبر عن هيرميز with the young Dionysus، مع دايونيسيس. دايونيسيس هو إله الخمر، دايونيسيس الصغير، وهذا التمثال يعود إلى 340 قبل الميلاد، ومعمول من الماربلز، من العاج. ونجد إن في الجسد يعني في جمال وفي انسيابية، لأن زي ما قلت هدف الفنان هو التعبير عن جمال الجسد البشري. ولكن عايز أقول ملاحظتين على التمثال دوت. الملاحظة الأولى، نجد أن ذراع التمثال مكسورة، ودي حاجة هنلاقيها تقريبا في كل التماثيل اليونانية في معظمها. ليه؟ لأن الفنان اليوناني زي ما قلت كان هدفه هو إظهار الجمال، الجمال الجسد البشري، فكان لابد أن ينحت أو يعمل تمثاله في وضع سلس، في وضع فيه حرية، في حركة وليس فيه جمود. فكان من السهل أن يكسر ذراع مع مرور الزمن ومع مرور الوقت، كان من السهل أن يكسر ذراع التمثال أو ذراع التمثال الاثنين يعني، بخلاف التماثيل المصرية التي كان هدفها إظهار القوة، فكان التمثال كله كتلة واحدة، اليدان كانتا ملتصقتين بالجسد كتلة واحدة، فكان صعب جدا أن تكسر الذراع. ولكن والحاجة الثانية اللي عايز أقولها هو الوجه، وجه التمثال اليوناني كان يخلو من التعبير، كان وجها جامدا، كان الجسد يعبر عن حرية وعن حركة وعن جمال، ولكن الوجه نجد أنه وجه expressionless، وجه يخلو من التعبير. ولكن يعني هذه الخصلة تغيرت مع مرور الوقت، وبدأ الفنانون اليونانيون يعبرون عن الملامح والتعابير البشرية، سواء كانت في تمثال أو في نحت جداري. ولكن نستعرض هذين التمثالين للتعبير أيضا عن جمال الجسد البشري في حريته وانسيابيته. يعني هذا التمثال المسمى أبولو بلفيدير، ويعود تاريخه إلى 350 قبل الميلاد، نلاحظ فيه حركة التمثال هذا الشاب اليوناني، أيضا ذراعاه مكسورتان، ولكنه ينظر حيث تمتد إحدى ذراعيه، وكأنه كان ممسكا بسهم ونظره يمتد إلى الهدف الذي يشير إليه السهم.
وأيضا هذا التمثال المسمى بفينوس أوف ميلو، ويعني فينوس من ميلو، وميلو دي يعني هو يسمى بهذا لأنه اكتشف في جزيرة اسمها جزيرة ميلوس. أيضا فينوس إلهة الجمال، أيضا يعني الجسد والرداء الذي ترتديه في جمال وما فيه شك يعني، وقدرة من الفنان على التعبير عن هذا الجمال. وفي الحقيقة الفنان الذي صنع هذين التمثالين أو الفنانون غير معروفين، ولكن واضح تأثر الفنان بأسلوبه بطريقة براكسيتليز من ناحية محاولة إظهار جمال الجسد البشري. بعد ذلك يعني قبل ما ننتقل إلى نقطة إظهار الفنان اليوناني لجمال البورتريت، لجمال الوجه البشري والتعبير عنه، نأخذ يعني مثالا آخر وهو رأس ألكسندر الأكبر. هذا الرأس يعود تاريخه إلى 325 قبل الميلاد أو 300 قبل الميلاد، وهو معمول من العاج. ونجد أن في تلك الفترة حرص اليونانيون الأثرياء على استئجار أو توظيف فنانين يونانيين من أجل صنع بورتريت، صنع تمثال لوجوههم. قبل تلك الفترة كان ليس من الضروري أن يكون التمثال مشابها للشخص الحقيقي، ولكن بعد أن اهتم الأثرياء بالفن اليوناني بدأ هؤلاء القادة والفنانون والأثرياء بأن يطلبوا من الفنانين أن يصنعوا تمثالا مشابها إلى حد كبير لهم. على سبيل المثال هذا التمثال لرأس الإسكندر الأكبر، على الرغم من أننا ليس لدينا أي صورة نستطيع أن نقارن بين هذا التمثال وبين صورة الإسكندر الأكبر لكي نقول ما إذا كان مشابها له أم لا، ولكن يعني من ملامح هذا العصر في تلك الفترة نستطيع أن يعني نخمن أن هذا التمثال يشبه الإسكندر الأكبر الحقيقي إلى حد كبير. ولكن أيضا الوجه هنا نجد أنه وجه يعني لا يعبر عن أي مشاعر إنسانية. هذا الشيء تغير مع يعني في القرن مع القرن الثاني والقرن الأول قبل الميلاد، هذه الخصلة تغيرت وأصبح الفنان اليوناني يحاول التعبير أو إظهار التعبيرات الإنسانية على وجه التمثال. يعني على سبيل المثال هذا التمثال الذي اكتشف في القرن السادس عشر في 1506، ويعود تاريخ التمثال إلى 175 قبل الميلاد، من 175 قبل الميلاد إلى 50 قبل الميلاد، وهو يعبر عن قصة غزو وحصار طروادة، عندما كان اليونانيون يحاصرون طروادة، مدينة طروادة، وكانوا يحاولون إدخال حصان طروادة داخل المدينة كخدعة كي يحتلوا المدينة. كان هناك راهب اسمه لوكون، هذا الراهب كان يلقي بنبوءاته ويحذر الترواديين ويحذر ملك طروادة من قبول هذا الحصان، كان يحذرهم ويقول لهم إنه خدع. فما كان من آلهة اليونانيين، هذا كذا تقول الأساطير يعني، إلا أن أرسلت إليه هذا الثعبان كي يأكله ويأكل ولديه. وهذا ما يعني هذه القصة يعبر عنها هذا التمثال. فهو هنا لاكون الثعبان عملاق يحيط به وهو في حالة فزع وهلع وخوف شديد، وأيضا ولداه أيضا في حالة فزع وخوف شديد من الثعبان العملاق. ونجد كل هذه يعني ملامح
الفزع والخوف ظاهرة على وجوههم الثلاثة. فهذه نقلة كبيرة في الفن اليوناني أو الفن الهيليني. وكما ذكرت سابقا بالنسبة للمعمار اليوناني دخل أيضا الستايل الأيونيك والستايل الكورينثيان، كما نرى في هذه اللوحة نرى زخرشة والفن. ليه بقى؟ لأن زي ما قلت الحضارة اليونانية امتدت وتوسعت ودخلت بلدانا أخرى، فتأثرت بأساليب فنية جديدة وظهر هذا في المعابد المرسومة. يعني هذا المعبد أو المذبح اليوناني المعمول المصنوع على سلم، نجد هو جداري، يعني حفر جداري، ولكن حفر بارز جدا يكاد يكون تماثيل. وأيضا الزخرفة الأعمدة أعمدة هذا المذبح واضحة جدا، سواء الزخرفة التي في الأسقف أو الزخرفة التي على الأعمدة نفسها. الشيء الآخر الذي يعني نختم به اللوحات الفنية، الرسومات الزيتية. أيضا الرسومات الزيتية كانت يعني مشهورة جدا ومحبوبة جدا ومنتشرة جدا في ذلك الوقت، يعني بشكل لا يقل أبدا عن التماثيل. ولكن للأسف كل هذه الرسومات الزيتية ذهبت أدراج الرياح وانتهت، ولم يبقى إلا قليل القليل. ومما تبقى لنا ندرك مدى المستوى الراقي الذي وصل إليه الفن، فن الرسومات الزيتية في تلك الفترة. كانت الرسومات الزيتية في تلك الفترة تعبر فعلا عن الحياة اليومية لليونانيين. يعني هذه اللوحة لفتاة تجمع الأزهار، ويعود تاريخها للقرن الأول الميلادي، مش قبل الميلاد بلا الميلاد، القرن الأول الميلادي. اللوحة فيها جمال وفيها انسيابية، وأجمل ما فيها هي بساطة الموضوع، يعني فتاة تجمع أزهار. فهذا ينبئنا أن الفنان اليوناني وصل من الرفاهية والحرية إلى مدى بعيد جدا، أنه أصبح يرسم رسومات زيتية ويصنع تماثيل تعبر عن حياة اليونانيين في مواقفهم في حياتهم اليومية. وأيضا الرسومات الزيتية التي تعبر عن ملامح الوجه والتعبيرات الإنسانية، يعني هذا الـ head of أفون، هذا هذا الطفل، وجه هذا الطفل في القرن الثاني قبل الميلاد، هذا يعود للقرن الثاني قبل الميلاد، مرسوم على جدار، وهذا ما تبقى منه يعني. ولكن أيضا هذا الطفل يضحك، يعني وجه ضاحك في ليس فيه هذا الجمود الذي وعدم التعبير الذي نراه على وجه التماثيل اليونانية. شيء آخر نستعرضه قبل أن نختم هو اللوحات الزيتية التي تعبر عن الطبيعة، لوحات الطبيعة landscapes. اللاندسكيب أيضا ظهر في تلك الفترة. الفنان اليوناني لم يعد يعني ملتزما فقط برسم الأشخاص، سواء النبلاء أو القادة العسكريين أو حتى الأشخاص العاديين في حياتهم اليومية، بل أصبح أيضا يرسم الطبيعة. وهذه يعني أيضا نقلة جديدة ونقلة خطوة كبرى، أن يظهر فن الطبيعة، رسم الطبيعة في تلك الفترة. ولكن أيضا ما تبقى للأسف ليس بالكثير. ومن هذه اللوحة التي أمامنا، هذه في القرن الأول الميلادي، ليس قبل الميلاد، لا، القرن الأول الميلادي، لوحة مرسومة على حائط ويتعبر عن فيلا وعن جسر، وفيها أشجار وحيوانات، يعني بقر يرعى ويحرث الأرض.
ولكن ما نلاحظه في هذه اللوحة هو غياب البرسبكتيف، غياب البعد الثالث عن الفنان اليوناني. يعني كان بالنسبة إليه الشيء البعيد يرسمه أصغر من الشيء القريب، كي يظهر أن هذا بعيد، هذا الشيء بعيد وأن هذا الشيء قريب. ولكن البعد الثالث لم يكن يمتلك هذه المهارة بعد، يعني هذه القدرة والمهارة استغرقت ربما 1000 سنة حتى استطاع الفنان الغربي أن يرسم البعد الثالث ويرسم هذا المنظور ولكن يعني مسألة رسم الفنان اليوناني للطبيعة هذا شيء في حد ذاته يعد نقلة كبيرة وخطوة هائلة في تاريخ تطور الفن الغربي. المحاضرة القادمة إن شاء الله سنستكمل حديثنا عن الفن الروماني والفن عند اليهود والفن عند البوذيين والمسيحيين أيضا. وحتى ذلك الحين دمتم بخير، نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.